بسم الله، ايه رأيكم نرسم حيطة؟ ندخل على التكشر، هقول له قول. الراجل مش هيعترض، محترم جدا، قال لي ارسم حيطة. رسمنا حيطة، وقعد ارسم بقى واقعد الف بقى واشوف الحيطة تتعمل ازاي. لا لا، احنا عايزين نسهل، احنا شغالين في الريفت بقى، تمام. بلاقي جنبي حاجة اسمها مستطيل، برسم الحيطة وكأني برسم مستطيل، حيطة اترسمت اهي، تمام تمام ممكن بص بقى لما ارسم مستطيل تاني ده، وفهم وعمل الحيطان وظبط كل حاجة، الله ينور. طب عايز ارسم حيطة بقى بشكل دائري زي اللي مرسومة دلوقتي، ممكن ارسمه على شكل دايرة اهوت، او ارسمه على اي قوس زي ما هي موجودة. في كذا قوس موجود، تختار اللي انت عايزه زي ما انت عايز. في شوية خواص حلوة موجودة هنا، تقدر تختار نوع الحيطة اللي انت عايزها. انا عايز اي حيطة خلاص، انا عايز ستر. فلو انت ليك حيطة معينة بتحبها بتختارها. برضو هنا في اول ما بتيجي تختار الحيطة بيقولك انت ممكن ترسم حيطة، وممكن ترسم حيطة انشائية، الحيطة اللي هي بتبقى الحيطة الخرسانية اللي بيقوم عليها المبنى. فشوف انت عايز ترسم الحيطة. عمرو سليم.